السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم حبايبي عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير يا رب معاكم ام افنان باذن الله يا حبايبي هنعمل مع بعض النهارده هنشفي البطايه الجميله دي هنشفيها يعني بقى بتتبيله جميله جدا جدا وسهله كده وبسيطه معايا بقى بطايه غسلتها كويس جدا وعملت معاها الواجب نعتها كويس وريحتها كانت جميله معايا هنا ايه معايا معلقتين خل ومعايا معلقه كبيره زيت ومعايا هنا معلقه صلصه ده مكعب صلصه من اللي انا فرسته معاكم قلت لكم ازاي تحفظوه في الفريزر معايا معلقه صغيره توم صحيح في البوله معاكي كده انزلي في البوله معاكي معلقه توم صحيح معايا اتنين ليمون ليمونتين معايا بصوا بقى يا حبايبي معايا هنا ايه معايا هنا معلقه خلطه دجاج معايا معلقه نعناع جاف معلقه نعناع جاف ده زي ما هو اهو فركيها بس كده ونزليها معايا بابريكا معلقه صغيره معايا كمون معلقه صغيره معايا نص معلقه ملح معايا معلقه توم بودر ومعلقه بصل باودر ونص معلقه فلفل اسود ومعايا طبعا خلطه الدجاج اللي انا قلت عليها حابين تستخدموا قرفه مطحونه تمام استخدموها بس انا ما استخدمتش كزبره المطحونه بتدي بقى ريحه جميله جدا 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 ومعلقه خلطه الدجاج كمان هنا معايا مكعب مرقه الدجاج. نزلت كده على الخلطه معايا هنزل دلوقتي بالخل بصوا تتبيله بسيطه جدا جدا ولا فيها اي حاجه عصري بقى الليمونتين كده معاكي الليمون هنا بيدي بقى طعم جميل عصري الليمونتين معاكي كده اهوت معاكي بالراحه خالص عايزه اقول لكم الريحه بتاعه البطايه دي كانت تحفه وسهله وبسيطه وما بتاخدش بقى معاكي مواعين كتير وفي ثواني وما بتاخدش حاجه عقبال ما تكوني خلاص خلصتي بقى الـ 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 الصنف اللي بتعمليه معاها بقى كده كوجبه غدا ولا حاجه جميله جدا قلبي بقى المكونات كلها لسه معانا معلقه زيت على جنب بصي بقى بسكينه رفيعه خالص عشان جلد البط بيكون تخين مش زي جلد الفراخ طبعا فبس رفيعه خالص سلكيها بس كده براحة من غير ما تقطعي اللحم بتاعها بالراحه خالص معاك اهو عشان طبعا هيدخل بقى بالتتبيله جوه كده وهنعمل دلوقتي شغل معاها بصوا حبايبي بالسكينه بتاعتكم شرحوها شرايح كده عشان تستوي معاكي بسرعه ما تاخدش معاكي وقت وفي الشكل كمان بتدي شكل جميل جدا شرحيها بس معاكي بالراحه خالص خلي بالك من ايدك وانت بتشتغلي والوراك كمان هنفتحها هي كمان دلوقتي ايوه كده بالراحه خالص معاكي جربوها ريحتها كانت تحفه تحفه ما بتاخدش وقت خالص في السوا بس انزلي بقى بالتتبيله في كل حاجه في الفتحات اللي احنا عملناها وفي بطن البطايه وفي جنبها في كل حته امسكيها بقى اعملي لها مساج كده معاكي بالتتبيله دي كلها عايزه اقول لكم البطايه دي كانت عامله ثلاثة كيلو وربع تقريبا قبل ال 3 كيلو ونص قبل التنظيف يعني قولي بقى بعد كده بعد التنظيف وبعد ده كله بقت 3 كيلو الا ربع تقريبا او ثلاثة كيلو مسكيها بقى اعملي مساج كده كويس جدا في الفتحات دي كلها دخلي التتبيله جواها كلها حتى القناصه بتاعتها والقلب كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادعوا يا جماعه كسروا من الدعاء عشان ربنا يرفع عننا الوباء والوبلاء اللهم امين يا رب امسكوا بقى كده خلت الشيش طاووق معاكم وقفلوا بس الوراق بتاعتها كده رجليها كويس عايزين بخيط تمام عايزين تخيطوها تمام بس اسهل حاجه العيدان الشيشه توقف ثواني ما تاخدش حاجه معايا ورق لورة معايا عود قرفه معايا حبهان معايا كبابه صيني جوه بطن البطايه بتاعتك وانزلي بقى بالتوابل الجميله دي عايزه اقول لك لما تنزل كميه الدهون اللي فيها وتنزل التوابل وتنزل التتبيله الجميله دي زوية عطريه بقى بتطلع بتعبي الفرن بتاعك اول ما بتفتحي باب الفرن ما شاء الله تبارك الله على الريحه والنصه كده قفلت بيها بطنها كده بقى شكلها حلو وخلاص معاكي توم كده صحيح زي ما هو في الفتحات دي وكل فتحه كده توميه معاكي مش حابه التوم استبعديه خالص ولا اي حاجه ولا كانه موجود عادي بس بيدي ريحه جميله جدا عايزه أقولك انا كنت باكل التوم ده كان يعني اخدت حته تومه اكلتها كده كان طعمها جميل جميل بس معلقه الزيت على وش البطايه بتاعتك وخلاص تمتم سالمين كده خلصنا يا حبايبي كده خلصت إيه متاخدش ما معاكي حاجة بإذن الله بصي كده ورق زبدة لازم ورق زبدة ما تخلوش الفويل بتاعكم إيه يلمس الأكل عشان غلط جدا جدا ربنا يحفظكم جميعا يا رب بالراحة خالص معاكي اهو قفل الصينية بتاعتك كويس جدا على فرن بقى شغال كده من تحت على مية وسبعين مية وتمانين خلاص وسعنا لها الفرن كده فرن شغال من فوق من تحت بس لمدة ساعة بالظبط انا ظبطت الفرن على ساعه والله العظيم على ساعه هشوفها معاكم دلوقتي عامله ازاي بس خلي بالكم بقى من اللي حصل ده لان انا بصوا بقى في الحته دي كده انا فتحت الورق السلوفان الدخان كله خرج على ايدي في المكان في الوقت ده بصراحه لسعني لسع يعني ربنا يحفظكم يا رب الحمد لله قدر الله ما شاء فعل بصوا بقى بختبرها معاكم بالخله وكمان خلت الشيشه اهو سابتها اصلا ثبت سابت البطايه خالص معنى كده ان هي استوت وكانت خلاص كانت بتقول لك بقى دخليني الفرن عشان اتحمر <applause> بصوا على نفس الورقه اللي انا غطيتها بيها مش ورقه تانية ولا حاجه على جنب اهو عشان نعمل لها دلوقتي خلطه جميله جدا وندخلها الفرن تاخد لون بصوا بقى نزلت كميه الدهون في الصينيه يعني معايا نص معلقه فلفل اسود ومعايا نص معلقه بابريكا ومعلقه صلصه ومعايا هنا معلقه عسل نحل معناته العسل النحل بتدي لون وبتدي طعم وبتخلي الصلصه بتاعتك مش حادقه كده ومززة لا بتكون طعمها جميل بالراحه خالص قلبيها بصوا لونها جميل جدا تحفه فرشه بقى معاكي ودهني بقى البطايه من كل حته ما تسيبيش حته غير لما تدهنيها بصوا فصوص التوم صحيحه زي ما هي والبطايه خلاص جناحها خالص ساب خالص منها كتستوت استوت يعني اخدت ساعه ستين دقيقه بالظبط هدخلها دلوقتي تاخد لون كمان في الفرن هتاخد في الفرن تقريبا من خمس لست دقايق وتطلع ان شاء الله باللون اللي هتشوفه دلوقتي بنوسع لها الفرن كده على الشوايه بس تاخد اللون الجميل تبارك الله بسم الله ما شاء الله اللون ده بس معاكم اهي بصوا والله جميلة 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 وتشرف بقى في عزومات تشرف عيلتكم جميلة جدا جدا حاجة كده جميلة تشرفكم قدام حبايبكم قدام ولادكم جميلة وريحتها بقى جميلة وسهلة وأحلى حاجة تبصي وراكي كده ما تلاقيش كثير كتير صراحة معايا هنا بقى الشبت بقى والخضرة الجميلة اللي أنا قطعتها برضو وعملتها معاكم كده في علبة في التلاجة بتفضل طول الأسبوع تسحبي منها وجميلة جدا جدا خضرة كده وجميلة كل مرة طبعا أنا ما بقطعش معاكم أعمل بطة أعمل فراخ بنسى خالص أفتحها معاكم من جوه فخلاص انا قلت النهارده بقى هفتحها معاكم كده ونشوفها من جوه عامله ازاي نشوفها لو لسه كانت محتاجه سوا كان هندخلها الفرن عادي خالص كنت هتغطيها وتدخلها الفرن لكن ما شاء الله مستويه جدا 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 لحمها مستوي وشارب تتبيله وطعمه جميل جدا بصوا بقى تبارك الله تبارك الله والله كان ابني واقف بيقول لي يا ماما ريحتها جميله ما شاء الله جميله جدا فعلا ريحتها جميله جدا جدا بصوا بقى اللون من جوه إيه ما شاء الله تبارك الله جميله جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم يا حبايبي إيه ما تنسوش بقى تشجعوني كده بلايكاتكم واشتراكاتكم عشان باذن الله نفضل كده مكملين مع بعض عايزه ان انا بحبكم جدا 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 والله في الله بحبكم جدا جدا وبنتظر تعليقاتكم وبتبسط قوي 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 لما تكتب لي تعليق ان شاء الله باذن الله كده مكملين مع بعض باذن الله بصوا حبايبي دي كانت بطه سودانيه بطه سودانيه من البط الجميلة انا قلت لكم قبل كده البط السوداني من احلى من احلى الانواع كمان لحمها كده بيكون احمر كده وجميلة وبتكون مسكرة بط السوداني بيكون مسكر جدا جدا بيكون طعمه جميل ان شاء الله بقى نعمل وصفات كتير 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 باذن الله اللهم بلغنا رمضان ربنا يرفع عننا يا رب يا رب البلاء والوباء اللهم امين اشوفكم ان شاء الله في جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله